ازيكم عاملين ايه؟ كل جمهور نادي الاسماعيلي ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. طبعا النهاردة اول يومين دول عامة النادي الاسماعيلي بيشهد مرحلة صعبة جدا في الدوري، وفترة الانتقالات ميركاتو الحالي ميركاتو يناير صعب جدا على النادي. طبعا كلنا شايفين الدنيا ماشية ازاي، وكلنا طبعا في اسماعيلية بنخش على الفيس كتير، وكلنا يعني عندنا فيسبوك وعارفين الدنيا ماشية ازاي وعارفين النادي بيعمل ايه. لكن في حاجة امبارح كانت حصلت من الإعلام المحترم عمر ربيع ياسين، كتب بوست عمرو مرعي يفسخ تعاقده مع النادي المصري وانتقل إلى سفول الإسماعيلي، وبعديها بشوية قام جاي حذف البوست. طبعا عايز أقول لعمر ربيع ياسين، أنت إعلامي كبير ومحترم وابن راجل محترم، فما ينفعش انت تنزل بوست زي كده وتوقع العلاقات بين المصري وبين الاسماعيلي، الاسماعيلي والمصري اخوات للابد. وبناء على كلامي دوت طبعا مجلس الاداره نزل بيان، والمهندس يحيى القومي نزل بيان ان هم ما بيتفاوضوش مع لعيب موجود مع نادي الا عن طريق النادي. طبعا هو كان في فعلا مفاوضات حصلت وكل حاجه، بس عن طريق النادي اللي هو ممكن يتنازل عن مستحقاته المتبقيه اللي عامله مشكله وياخد الاستغناء، والاسماعيلي كان هيخلص معاه. ولسه في كلام خلال الساعات القليلة القادمة، وأنا بقول للصحفيين يبعدوا شوية عن نادي الإسماعيلي. نادي الإسماعيلي مش مستاهل نوش بتاع صحافة وإعلام والكلام دوت، مش عشان تاخد اللقطة وتبقى صحفي كبير تكتب اسم الإسماعيلي في بوست، عشان الإسماعيلي كبير غصب عنك يا أستاذ عمر. إن شاء الله بإذن الله هنزل لكم فيديوهات اللاعب المقترح لنادي الإسماعيلي، يا رب يعجبكم. ومتنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.